جهاز التودوليت وبيجيب إحداثيات اللي هو جهاز التودل ستيشن. التودل ستيشن هو بالعربي محطة متكاملة، يعني يقدر يجيب مسافات، يقدر يجيب زوايا، يقدر يجيب أطوال، يقدر يجيب ارتفاعات، يقدر يجيب إحداثيات، يقدر يعمل عملية رفع وتوقيع لأي منشأ. يعني إيه رفع وتوقيع؟ يعني لو أنا عندي منشأ وعايز أجيب إحداثياته اللي أرسم بيها على الورق عن طريق التودل ستيشن، انا عندي احداثيات على الورق عايز انقلها على موقع او اعمل خنزيره بالتوتال ستيشن، ده اسمه التوقيع. يبقى التوتال ستيشن اهم حاجه فيه مش بس زوايا، ايجاد زوايا واطوال او ارتفاعات او مسافات، لا ده اهم حاجتين فيه اللي هو الرفع المساحي والتوقيع المساحي. مبدئيا قلنا جهاز التوتال ستيشن لازم نعرف الكومبوننتس بتاعته او مكوناته الاساسيه. المكونات الاساسيه اللي هو جهاز التوتال اللي هو الحامل الثلاثي اللي هو العاكس بارتفاع الوجه. تفهم المكونات هتعرف تشتغل جوه الشاشه دي كلها زي ما بنقول كده، هي اوضه وصاله ما فيهاش حاجات كتير. اول حاجه الجهاز على حامل ثلاثي زيه زي جهاز التوليد زيه زي جهاز التوليد. الحامل الثلاثي متشال على الجهاز بتاعي اللي هو القاعده الثابته، ثم مسامير التسويه، ثم الشاشه بتاعتي بالزراير بالسوفت كيس، ثم العدسه العينيه اللي ببص منها، ثم العدسه الشيئيه اللي انا ببص بشوف بيها الاشياء اللي بتظهر فيها، ثم حاجه اسمها الناشنكاه. الناشنكاه دي بنقول الناشنكاه اللي هي بتظبط بس ما حدش بيهتم دايما بالناشنكاه. عمليه الرفع والتوقيع المساحي بالذات الناشنكاه دي عندي اهم من اي حاجه. اما عاجن دي نقطه على بعد 100 150 200 متر انا عايز ابص لها، الكل يبص من هنا، والله ممكن تقعد دقيقه واتنين لغايه ما تشوف مكان زميلك ده فين. لكن بالناشنكاه اكنك معاك مسدس بتغمض عين وتفتح عين وتبدا تعمل بالناشنكاه لغايه ما تجيب الوضع التقريبي تظبط بنسبه 90%. مجرد ما تخش هنا على العدسه العينيه هتشوف زميلك، بس مش هتشوف بقى النقطه اللي تحس تظبط عليها. عن طريق بقى الحركه يمين وشمال فوق وتحت عن طريق المنظار تقدر تجيب النقطه اللي انت عايزها. ده لو انا عندي بيانات من كات وعايز انقلها للجهاز، لو عندي احداثيات طلعتها من الجهاز عملت مشروع متكامل وعايز اخد البيانات دي وانقلها على برنامج تمام. اللي هي البطاريه خانه البطاريه. طيب الجهاز انا عايز اثبت الجهاز، يعني الجهاز بيمشي يمين وشمال، وانا عايز اثبت الجهاز بحيث ايه يمشي ملالي بسيط، وانا لسه في الاول ماشي مع الجهاز اخد احرك يمين بتمشي معايا، يعني ما عنديش السنس بتاع الجهاز اللي هو حرك خلالي عن طريق الاف بتاع الجهاز. يعني اف للجهاز ده اللي بيعمل حركه بطيئه، يعني الجهاز بيتحرك اهو مجرد ما اقفل الجهاز خلاص عن طريق المسمار ده اقفل الجهاز. الجهاز طب مش انت كده قفلت الجهاز؟ اه طب انا عايز احركه ملالي عن طريق المسمار الداخلي. لو حد يلاحظ الجهاز بيتحرك بس ملالي بسيط، محدش ينسى بعد ما تخلص اي اوردر انت عايزه تفتح الجهاز عشان الدايره ما تتكسرش. بعد كده نفس الكلام المنظار، انا على المنظار ايدي تقيله او غشيم شويه عدي المسمار بتاع المنظار، نفس الكلام المنظار بيطلع وينزل، مجرد ما اقوم قافل ده خلاص سيبك. مجرد برضه المسمار الداخلي حركه بسيطه يمين او شمال المنظار عدي يطلع او ينزل ملالي. اللي بيعرف يشتغل الكلام ده يعرف يثبت يحرك ملالي، يعرف يبص في اقل من 15 ثانيه يكون جايب الهدف، ده اللي بيستريح. ده اللي بيستريح بعد كده. احنا عرفنا مكونات الجهاز. الجهاز في حاجه عندي اسمها الفقاعه الدائريه. الفقاعه الدائريه في حاجه اسمها ميزان التسويه. ميزان التسويه الطولي ده مش موجود في الميزان، اللي درس الميزان لسه ما خدش بالي، ده اسمها ميزان التسويه الطولي. تمام؟ في حاجه اسمها عدسه التسامح. العدسه دي اما بتبص من هنا بتبص على الارض، فيها عده مناشير جوه. فاكرين انتوا المناشير بتاع الفيزياء اللي خدوها؟ بتعكس الضوء، تبص من هنا تعكس لك الضوء بنسبه 90. وخدوا قبل كده عكس الضوء ازاي؟ بنسبه 90 وب 270 لفوق والكلام ده. مناشير جوه محطوطه بوضعيه، اما تيجي تبص تعكس 90 درجه تبص لتحت. تحت تبص على ايه؟ على النقطه اللي انت عايزها. مش انت مثلا عايز مسافه من نقطه الف ونقطه ب، يبقى لازم اظبط وضع الجهاز التسامح بتاعي على نقطه الف. وضع الجهاز اللي بيتظبط في نقطه هنا، طول بس اللي هيشوفها، في نقطه هنا على الجهاز. النقطه دي مركزيه الجهاز.
طب ايه يا باشمهندس الخط ده؟ في خط ده، ده اللي بيدل منسوب او ارتفاع الجهاز من النقطه دي لحد الارض عندك، ده اسمه ارتفاع الجهاز اللي هتدخله. ما انت لازم تدخل ارتفاع الجهاز وتدخل ارتفاع العكس اللي هنتكلم عليه دلوقتي. ليه لازم ادخل ارتفاع الجهاز وارتفاع العكس؟ عشان هو جوه يحل الارتفاعين دول من بعض ويجيب لك النقطه بتاعتك بالنسبه للنقطه دي. فهمني؟ يعني ما دخلتش الجهاز انت هتجيب انا نقطه، هو بيقرا السنتر بتاعه اللي هو تقاطع النقطه دي مع الخط ده، فاهمين؟ فتقاطع الاثنين دول في الحته دي، فهو بيجيب النقطه في الحته اللي جوه، فاهمين معايا؟ فتقاطع دي مع دي بيجيبها هنا. بس انا يا باشمهندس لا، انا عايز اجيب النقطه دي. لما انت تدخل ارتفاع العكس الجهاز بتعمل معاك ارتفاع العكس اللي هنتكلم عنه دلوقتي، هو خد القرايات دي من بعضها وحل ويطلعها لك النقطه الجديده بدلاله النقطه اللي عندك. ده بالنسبه للجهاز. طبعا لسه هنخش ده تعالى خلاص بتاعه. قبل ما نظبط الجهاز نتكلم شويه على العاكس. نفس الكلام، العاكس هو عباره عن شخص بالبريزم ده. بعض المواقع بتشتغل بالبريزم ده فقط. ارتفاع الجهاز فقط ومالوش دعوه بارتفاع العكس ويشتغل بده، عامل شغال معاه وبيمشي بده. ناس ثانيه يعني هحط على الشخص وهدخل ارتفاع الشخص بتاعه. طب ارتفاع الشخص ده مش مهندس هو من هنا صح؟ طيب ارتفاع الشخص ده كام؟ ارتفاع الشخص ده الرقم ده كام؟ 65. عارف الارتفاع ده منين؟ من الارض لحد السنتر بتاع العدسه. متر 78، انا طولي متر 78، فدي متر 78 اهو فعلا عندي من الارض لحد نص العدسه هو ده. يبقى الارتفاع ده متر 78 منين لاثنين؟ من الارض لحد نص العدسه. طب انا عايز متر 80، وده طبعا على حسب جغرافيه الارض. متر 80 ادي متر 80 اهو، هو قافل دخل الارتفاع بتاعي هنا متر 80 على كده الاحداث. وليكن انا هبداها بمتر 60 وهنا ماسك الشريط بتاعك على حسب ما تظبط الجهاز. بس بعد ما تظبطه وتقيس الارتفاع من الارض لحد العلامه دي يبقى ده ارتفاع الجهاز. يبقى وليكن ده متر 60، وليكن ده متر 50 او متر 45 او متر 55 او متر 60، الارتفاع دول اللي هندخلهم دلوقتي على الجهاز. طيب عندي حاجه ثانيه، في حاجه اسمها عاكس عادي وعاكس ورقي. ايه العاكس العادي والعاكس الورقي؟ ادي العدسه بتاعتي تمام؟ ده اول مره بصلح. تاني مره العدسه لما بتتحط هنا المنظر ده، ده كده زي الفل، دي زي الفل. انا كده عندي العدسه دي في عدسه ثانيه في الحته دي، خليك معايا. فانا لو عايز اجيب المسافه من نقطه التسامح قلب لنقطه التسامح دي اللي انا احط سن الشخص عندها، انا عايز اجيب المسافه من هنا لهنا. فما يطلع شعاع الجهاز، يطلع شعاع الجهاز لو ما بصيتش كويس على العدسه يطلع لك ايرور فيه اللي هو الباك كونديشن، يقول لك ما فيش اشاره او الاشاره سيئه. فانت اما تدوس من الجهاز يطلع شعاع هنا، الشعاع ده خلاص هو محسوب من المركزيه اللي هنا اللي انت ظبطت التسامح بتاعها على النقطه لحد فين؟ لحد في مرايه هنا وفي مرايه جوه اللي هي لغايه هنا، وليكن حسب لك متر ونص او متر 50 سم اللي هو بالظبط من نقطه التسامح دي لنقطه أ لنقطه التسامح ب، صح؟ ماشي، مفيش مشاكل، عشان العدسه دي جايه من جوه. طب يا باشمهندس في حاجه، حته الدخله دي، حته الدخله معلش الحته دي استحملها مني شويه. شايفين الدخله دي؟ عارفين قيمتها كام؟ قلنا 30 ملم، يعني كام سنتي؟ دي 3 سنتي. او دي بالحته الزياده دي تعمل 3 سنتي. بص لما تيجي تدخل كده المرايه الداخليه بقت على الحافه بتاعتك، صح؟ مش لو تلاحظ الحافه بتاعتك هي النقطه بتاعتك السنتر بتاعها. فاما تحط لي المرايه هنا
تكتب لي العاكس ده بقى اسمه عاكس ورقي. يعني خلاص بقى اكنك حاطه على ايه؟ ورقه. على ورقه صفر. فانت تدخل قراءه العاكس هنا في كام؟ صفر. بصفر. بس ثانيه لا. طبعا عشان كده المواقع بيراقبوا نفسهم ويشتغلوا فيديوهات. مش اي مشكله. انت قست المسافه اما تقول له سالب 30، عارف يعني ايه سالب 30؟ اما تخلي العكس سالب 30، انت قلت لي القراءه بتاعتك انا شايف 30 من 3 سم. انا عامل حسابك فيه ليه؟ هقاس المسافه من هنا لحد المرايه بتاعتي اللي هنا. فجاب المسافه من هنا هنا وليكن متر 47 صح؟ فانت تقول له اعمل حساب ال 3 سم من هنا لمركزيه النقطه. الكره بتاعتك 3 متر و50 لا متر و47